استشاري في جامعة الملك عبد العزيز، انا بقول صح الكلام جمع ده الملك ويصلح فهد. لي، مجمع الملك جمع فهد، الملك مجمع فهد الملك فهد في الزهران، صح كده؟ مجمع الملك فهد في الزهران، وطبعا هو علم من اعلام 93، واحنا عايزين يعني نتشرف بيه. هو هيقول لنا ايه الكريتيكال كير مانجمنت في الكوفيد، وهو بقى سمع يعني الفلسفه الجامده اللي احنا كنا، الاسئله الوجوديه اللي احنا بنسالها دي كلها. فطبعا يعني يا ريت بقى حضرته يدينا ضوء جامد على المواضيع دي. شكرا إن لك يا شاء دكتور الله. محسن مقدم. شكرا يا إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا يعني it's great honor to be with you all of my colleagues and a lot of my friends. إن يعني دكتورة إيمان دائما صاحبة فضل في تجميع الناس كلها ومحاولة إن إحنا نوصل يعني تبادل الخبرات بيننا وبين الزملاء. والحقيقه هي لما انا طلع يعني عرض الفكره نفسها ان احنا نناقش الموضوع، خصوصا ان كان اخويا وزميلي الدكتور محمد عبد الحكيم يمكن الاسبوع الماضي يعني قدم محاضره مفصله وتناول فيها جزء كبير جدا من المانجمنت بتاع الكوفيد 19 اللي انا بطلق عليها سندروم وليس ديزيز يعني. ويعني في منطقة معينة اللي هي المنطقة اللي بتدخلنا في الزون أو في الإيرا بتاعة الإيثيكال كوميتي ريجاردنج العيانين اللي بيخشوا الرعايات المركزة وطرق العلاج المختلفة والأولوية والبرايوتريزيشن، مين يدخل ومين ما يدخلش. ونتمنى من الله أن سبحانه وتعالى أن الجائحة دي تنتهي وما نتحطش في المواقف الصعبة اللي هي عملية الاختيار بين الديفرنت الحياة المختلفة بين شخص وآخر. يعني انا كان تركيزي الحقيقه في المحاضره ان احنا احاول بقدر الامكان ان انا اعمل هايلايت وفوكسنج على الجزء الكريتيكال كير مانجمنت بكل ترابل شوتينج والحاجات اللي هي ليها بروجنوستيك امبليكيشنز اللي هي ابديتد في الوقت الحاضر، خصوصا احنا الجائحه او ان المشكله الخاصه بالكوفيد 19 ان there is no يعني strict guideline او there is no strict ويمكن بيحصل ابديت وتغيير ايفر ناو اند ذن في كل البروتوكولات المتبعه في كل دول العالم، ويمكن بيحصل تحديث يمكن بمعدل دوري على حسب ما هو ينتج من ابحاث وريسيرشز. ويمكن كلنا متابعين ان يمكن المرض ده الوحيد اللي هو متاح على السوشيال ميديا حاليا، وكل الناس حتى العوام بينترفير في المانجمنت بتاعه، سواء كانت حالات اللي هي سواء كريتيكال او الحالات اللي هي الريجولار كيسز اللي هي المايلد تو مودريت. First of all, يعني I want to thank يعني all our physicians, الأطباء المصريين خاصة أطباء العالم، وندعو بالرحمة لكل الأطباء اللي توفاهم الله أثناء مواجهة هذه الجائحة، اللي ما تقاعس منهم أي حد منهم، وكل واحد عمل اللي عليه بقدر الإمكان في حدود الإمكانيات المتاحة والإمكانيات المتواضعة جدا، وإلى حد ما النتائج مقارنة بالإمكانيات تعتبر مقبولة جدا. يمكن الملاحظ عندنا في مصر والكل يدرك إن إحنا عندنا نسبة المورتاليتي في مصر نسبة تعتبر من أعلى نسب الوفيات اللي موجودة تقريبا في العالم، يعني الوفيات عندنا بتصل إلى حوالي يمكن 4 أو 5%، ده لو قارناها بالأعداد الرسمية اللي بتطلع من الدولة. ولكن أنا أعتقد إن هذه النسبة مش حقيقية لأن الأعداد أكتر من كتير، بس الأكتر غير معلن أكتر إن في حالات وفيات، هذه الحالات غير معلنة وغير مسجلة. فبالتبعية احنا في منطقة جراي زون ما عندناش اكشوال داتا، ولكن الواضح ان احنا عندنا نسبة مورتاليتي عالية، وانا اعتقد ان ده مرتبط بالكريتيكال كير مانجمنت وساعات الرعايات المركزة والسيستم الخاص بالديزاستر مانجمنت للتعامل مع هذه الجائحة. فحبيت الخص الداتا اللي هنقدمها النهاردة بحيث ان انا اتكلم على الابيديميولوجي والدياجنوزيس، ونقسم التايم لاين الخاص بالسيفيريتي اوف ذا ديزيز، وهنتكلم بريفلي عن الانفكشن كنترول ميجرز والمانجمنت، وهنركز فيه على الاير واي والفنتيلاتوري مانجمنت، وفوكسنج اكتر على الهيمو دايناميك اوبتمايزيشن، هي دي الحاجات المسؤوله اكشولي عن المورتاليتي في الحالات الخاصه بمرضى الكوفيد 19. بالاضافه هنتكلم عن بعض الموداليتيز اللي بتستخدم في علاج الكومبليكيشن زي الرينال ريبليسمنت ثيرابي، وبعض الادويه اللي تستخدم ما منها تحت الترايل وما منها اوف ليبل. وفي الاخر هنوجه رساله خاصه موجهه لجميع الساده الافاضل على what we're going to follow and what follow to do.
بالنسبه للابيديميولوجي اعتقد ان كلنا اوير اباوت ذا ستارتنج اوف ذا ذيس ايرا، ان ده وان اوف ذا فايروس ستارتد في الخفافيش، ومنها انتقل لحيوانات وسيطه ومنها انتقل للانسان، وعمليه الترانسميشن ديت ينتج عنها ان من هيومن تو هيومن ومن هيومن تو انيمال. وهو يعتبر الكورونا فيروس وان اوف ذا ار ان اي فيروس، يعد من مجموعه الزونوتيك فيروس اللي هي قابله للانتقال ما بين الحيوان للانسان والعكس. والفيروس ده حقيقه هو ليه كاركترستيك فيتشرز، ده اللي خلى البعض يظن انه هو يعني مخلق او انه هو موجه اكشوالي كنوع من الحرب البيولوجيه، انه هو ليه سبيسيفيك كاركترستيك نوع اللي هو السبايك بروتينز، وعنده كابابيلتي ان هو اتاتش للاي سي 2 ريسبتورز، والاي سي 2 ريسبتورز دي موجوده في معظم الفيتال اورجانز اللي هي مسؤوله عن استمراريه الحياه. منها طبعا اي اورجان فيه الوت اوف فاسكوليتشر او فيه فاسكولار بيد او فيه مايكرو سيركيوليشن كبيره جدا هتلاقيه غني جدا بالاي سي 2 ريسبتور، وهو ده للاسف هو ده السايت اوف اتاك اوف ذا كوفيد او الكورونا فيروس تو اتاك ذا سيلز، ويحصل له عمليه ريبليكيشن وتستارت البروسيس اوف ري انفكشن اوف ذا سيل، وده ميديت الاميون سيستم وهلم جرى الى ان تتفاقم الامور، وده تتوقف على عده حاجات هنعيشها في الغد ان شاء الله. From epidemiological point of view في عندنا حاجة تحكم معدل انتشار الوبائيات أو الفيروسات اللي هي الR نوت. الفيروس ده من الحاجات الكتيرة يعني القلائل اللي هي معدلات انتشارها سريعة جدا، يعني كل واحد عنده قابلية أن ينشر العدوى يمكن لـ 2.5 في الإيرا بتاعته. وحسب الـ WHO ده آخر تحديث تم في تقريباً الشهر اللي احنا فيه حاليا يوم 19 من منظمه الصحه العالميه، هم ريبورتد ان الاوفر اول سيمتوماتيك كيس فيتاليتي حوالي 0.4% والسيمتوماتيك كيس هوسبيتاليزيشن ريت حوالي 3-4% والاسيمتوماتيك انفكشن معظمها في رينج حوالي 35%، وان الانفكشن اوف ذا سيمتوماتيك سيمتومز معنى ان الشخص الاسيمتوماتيك از لايبل تو ترانسميت انفكشن بنسبه 100%، وده عكس ما كان مشاع ان الناس الاسيمتوماتيك لا تنشر العدوى، ولكن دي حقيقه هم ينشروا العدوى. وان نسبه الترانسميشن اللي بتحدث قبل السيمتوم ما بتبتدي حوالي 40%، ودي بتعتمد على حاجه بنسميها الفيروس شيدنج والانفكتيفيتي. ودي نقطه مهمه جدا لازم نعرف قصه الفيروس شيدنج. الفيروس شيدنج اللي هي عمليه الريبليكيشن وعملية الـ exhalation of the virus و transmission للـ other individual. الفيروس ليه timeline ان الفيروس شيرينج بيبقى له في البداية خالص في اول 24-48 ساعة من بداية الديزيز، ويبتدي يحصل له replication في منطقة النيزوفارينج، ويبتدي يحصل له aspiration وينزل في الاستول، وعشان كده في بعض الناس البرزنتيشن بتاعهم بيجي لهم بشوية gastrointestinal abscess. تبتدي الانفكتيفيتي تزيد من تقريبا من اليوم السادس وتوصل اقصاها عند اليوم تقريبا اليوم ال 12 لليوم ال 14، وهي دي الفتره الاساسيه اللي المرضى فيهم اللي بيعدوا في الستيجز اوف سيفير ايرنس او بنسميها نيمونيك فيزز او ادفانسد نيمونيك فيز، هي دي الفتره اللي هي اعلى معدلات للعدوى، وللاسف هو ده المسؤول عن انتشار العدوى لو ما خدش بالهم الميديكال ستاف او الهيلث كير بيرسونيل. ان معظم المرضى اللي بيخشوا المستشفيات وبالذات في الرعايه المركزه كلهم بيخشوا في الفتره الزمنيه دي، فمهم جدا ان احنا نانلايز التايم لاين لاي مريض ونعرف اكزاكتلي هو في انهي يوم من بدايه الديزيز، لان احنا قصه وتاريخ المرض لهذا المرض بتبتدي من بدايه احساس المريض بالسور ثروت والفيبر وتنتهي على حسب البروجريشن اوف ذا ديزيز. وجد اصلا يا جماعه ان الفيكال اكسكريشن للفيروس، بمعنى ان في وجدوا في دراسه اتعملت في الصين ان في احتماليه ان يكون في فيكو اورال ترانسميشن، بالاضافه ان درسوا في اكثر الحالات اللي هي بتبقى ديشارج من المستشفيات وجدوا ان الفيروس شيدنج وليس الدي ان اي شيدنج. المقصود بفيروس شيدنج هنا اللي هو الفايبل فيروس which can be infective to the personnel. It can extend up to 40 days. ودي طبعا نقطة يعني ده بيثبت او يعني بيوضح مدى انتشار سرعة انتشار الفيروس ده في الكوميونتي بشكل غير مسبوق في معظم الوبائيات اللي انتشرت في المجتمعات عندنا.
المود اوف ترانسميشن اعتقد all of us are familiar with the mode of transmission. It's mainly respiratory droplet and close contact. بالاضافه ان الاكسبيلز اند كاف والسنيزنج والمسافه لنا دايما 2 متر في بعض الاحوال من كده بالذات في الكلوزد سبيسز. بالنسبه في الانتنسيف كير او في المستشفيات اكتر واي او ده يعني اكتر حاجه لايبل في الترانسميشن اللي هي اريسول ترانسميشن، ده عن طريق اثناء البروسيدور اللي بتعمل للمرضى سواء بالريسبيراتوري كير او الفنتيليشن او استخدام الهاي فلو نيزال كانيولا او النون انفيزيف فنتيليشن. اذا لم يكن هناك احتياطات واجبه وغور المريض موجود في اماكن عزل فيها نيجاتيف بريشر روم والاحتياطات متبعه كامله، فده يؤدي الى انتشار العدوى للاسف بين الهيلث كير وركر ويحصل ترانسميشن للديزيز، وللاسف ده حصل ولا يزال بيحدث الى هذه اللحظه، وزي ما قلنا ان هو في قابليه للفيكو اورال ترانسميشن. ده ملخص سريع للبرزيستنسي اوف ذا فيروس على السيرفيس. فهم وجدوا ان جنرال الفيروس ده يقدر يعيش لحد 3 ايام على الاسطح، ويمكن طبيعه السطح اللي موجود عليه الفيروس هو اللي بيحكم المده اللي ممكن يليف. يعني ان بلاستيك دي كان سرفايف فور 3 دايز، ان كاردبورد اب تو 24 اورز، ان ستانلس كان يقعد حوالي يمكن 48 اورز، في النحاس ممكن يقعد اراوند 6 اورز. فيبدو ان الماتيريال اللي هو بيبقى سيتلد عليها الفيروس بلاي ان امبورتنت رول في الانفكتيفيتي اند فيابيليتي اوف ذيس فيروس. Concerning the age and sex of distribution, عندنا التو جرافز دول، ده واحد متاخد من دراسه في ايطاليا اتعملت على مجموعه من المرضى دخلوا في شهر مارس من 12 و14 و20 وسجلوا فيها طبيعه المرضى. زي ما احنا شايفين ان طبيعه المرضى بتوضح جدا ان اكثر الغالبيه العظمى كانوا من. والدراسه الثانيه اللي اتعملت في ويهان على المورتاليتي لقوا ان المورتاليتي بلوتد توورد ذا ايج، ان المورتاليتي كانت اكثرها في الرجال في المن، والايج جروب كان ويز بروجريشن اوف ذا ايج ان هما وانس يو هاف ان ادفانسد ايج ذا ريبيليتي ان المورتاليتي ستارت تو انكريز، واكثر مورتاليتي اللي هي بتوين ايج اوف 61 تو 70. فبالاضافه ان التشيلدرن او الاطفال ان جنرال دي هاف ذا ليست مورتاليتي فور ا تايم بينج. Timeline of the COVID disease, and this is very important and very crucial. From exposure to the symptom, we have 5 days. The critical date is from 9 to 14. وهنا النقطة المهمة جدا بالذات في الحالات اللي هي بتبقى في العزل المنزلي، اللي هي ناس كتير اللي بيتابع معانا وبيتابعونا ويكلمك في التليفون ويقول لك أنا عندي مريض. أهم حاجة تعرف منه هو بيكلمك أنت في أنهي يوم بالضبط، بداية الفيفر إمتى، وتبتدي تحسب من خلالها باليوم والساعة. لو المريض عدى الفترة اللي هي من 9 ل 14 أو 15 يوم، احنا في الحالة دي والأعراض بتاعته حسب الكلينيكال اسيسمنت هل هي مايلد مودريت ولا هو سيفير، في الأحوال اللي زي كده تقدر انت تعرف العيان بتاعك عدى بسلام ولا ستيل في مشكلة، وانت تقدر تداركت العيان. وفي بعض الانستيتيوت عاملين هوم تريتمنت تيمز المفروض ان هم بييفالويت الكلينيكال اسيسمنت لبعض الحالات او المرضى، بحيث ان بقاش المريض نفسه هو القائم على ذاته او هو المريض اللي بيحدد نفسه امتى يروح المستشفى، لان الايرلي بريدكشن اوف ديتيريوريشن فور ذيس تايب اوف بيشنت كاري ا فيري جود بروجنوزس وديكريزنج سيجنيفيكانتلي مورتاليتي. الدول او بعض الانستيتيوت او بعض يعني المنظمات او الدول اللي عندها جود هيلث كير سيرفيس وعندهم في فترات معينه اللي هم فاقوا من الجائحه دي وعاملين سيستم بحيث انه يضمن متابعه جيده للناس اللي بتتعزل منزليا ويقدر يبريدكت الحالات اللي هي تنتقل من الستيج اللي هو بنعتبرها مايلد مودريت ويبتدي بروجريس لسيفير سيمتومز، في الاحوال اللي زي دي ديفينتلي ذير از ا بيج ديفرنس ان ذا اوت كم اند بيج ديفرنس ان ذا مورتاليتي. من السيمتومز للريكفري، لو العيان ان مايلد مودريت الكورس اوف ذا ديزيز ممكن يقعد لحد حوالي 2 ويكس. في الحالات السيفير اللي هي بتحتاج هوسبيتال او اي سي يو ادمشن ات كان بيرزست اب تو 6 ويكس. ولو الحالات اوريدي اللي هم دي هاف ا لوت اوف كوموربيديتيز وفي يعني ادفانسد هيلث كير ميجرز ذيس بيشنت كان ويز ستاند في الاي سي يو اب تو 8 ويكس. الدياجرام ده از فيري امبورتنت ويا ريت ان احنا نحطه في حسبان لان ده احنا هنكرره كذا مره وهنبص عليه وده هيفرق كتير جدا معانا في الديسيجنز وفي كل الابروتشز اللي احنا ار جوينج تو فولو ديورنج ذيس كوفيد. ده بيوضح التايم لاين كونسيرنينج عدد الايام
والخط الداش ده اللي هو بيمثل السيفيريتي اوف ذا ديزيز، والسلوب اللي هو الاذى ده بيمثل مرحله الفيريميا او الفيرال ريبليكيشن، ومرحله الاميون ريسبونس اللي هي بتبتدي تقريبا من اليوم السادس او السابع تيل ذا اند اوف ذا ديزيز. فعندنا مرحله الحضانه الانكيوبيشن والسيمتوماتيك ستيج، كل هذه المراحل اللي هي المراحل اللي المريض فيها ما عندوش اي سيمتوم غير كونستيتيوشنال سيمتوم او نون سبيسيفيك سيمتومز. تبدا المرحله الخطيره اللي هي بدايه البلمونري فيز وفي ليت بلمونري فيز، دول ما هماش ريليتد للفيروس، دول ريليتد اوريدي للاميون ديس ريجوليشن. ان اي اميون بروسيس بتحصل في الهيومن بينج يوجوالي ذير از ذا تندنسي از تو لوكالايز اند تو ليميت ذا سايت اوف انفلاميشن. زي في واحد جاله سي انجري ان هيز هاند وبدا يحصل له ابسس فورميشن، حصل لوكالايزيشن ريدنس هوتنس سويلنج اند سيركل circumscribing this type of sepsis في منطقة معينة very focal. هنا الريسك is very minimized because أنا already حددت منطقة الدستركشن والمنطقة اللي حصل فيها الانجري إن هي مثلاً في البالم of the hand very localized. ولكن في الحالات اللي بيحصل فيها spread اللي بيحصل فيها تنتقل من localized abscess إلى مرحلة cellulitis اللي هو diffuse inflammation، هي دي مرحلة اللي بنسميها immune dysregulation اللي هي المرحله اللي بيحصل فيها ماكروفاج اكتيفيشن سندروم، واللي يطلق عليها ايضا بلغه اخرى اللي هي السيتوكاين ستور. كل البروسيس دي ده نتيجه خلل او امبالانس بين البرو انفلاماتوري ميدييتورز والانتي انفلاماتوري ميدييتورز اللي هي ربنا سبحانه وتعالى خليها في البادي علشان تخلصنا من الفيروس. وفعلا ان الفيروس ده تقريبا من بدايات اليوم العاشر لليوم ال14 هو بيبقى ايراديكيتد وترمينيتد لوحده من غير حتى استخدام الانتي فايرال تريتمنت او مجموعات اللي هي بتعمل فيروس لفايرال ريميتيشن ريبليكيشن. ولكن الكارثه اللي بتحصل ريليتد للاميون ديسريجوليشن، يعني زي ما الاميون سيستم بيخلص على الفيروس عنده القدره انه يخلص على المريض لو ما فيش بروبر انترفينشن. وبنلاقي ان معظم الكلينيكال سيمتومز بيحصل لها بروجريشن في نفس المانر، بنبتدي من اول الماليز والكاف والهيديك وتبتدي بالمرحله البلمونري فيز اللي هي بدايه الاميون ريسبونس او بدايه الاميون ديس ريجوليشن، بتبتدي بالديسنيا والهايبوكسيا تيل وي ستارتد تو هاف ذا بيكتشر اوف بروجريسيف هايبوكسيميا، وهنا اللي بيحتاج ارجنت انترفنشن او اي سي يو ادمشن. داين ان لطبيعه المانجمنت والتعامل مع المرضى دول من حيث اللابوراتوري انفستيجيشن وهاو تو بريفنت والايمجنج والثيرابيوتيك تولز وهاو تو مينتين ذا لايف سبورت فور ذس تايب اوف بيشنت. الكلينيكال برزنتيشن يعني احنا مش هنخوض فيها كتير لان اعتقد كل الناس فاميليا فيها من الاعلام والميديا و و و، ولكن احنا دائما اكتر اعراض ريبورتد اللي هي وجود الحراره، وان كان في بعض الحالات برزنتد وزاوت فيفر ودي بدات تظهر الحالات دي برسنتج مش قليله وفي بعض الكتابات عليها او بعض البيبر، وفي عيانين بيبقى معاهم سيفير ريسبيراتوري سيمتوم وزاوت فيفر او هي لو جريد فيفر. بالنسبه لدي الاعراض سواء اللي هي الموست كومن اللي هي الاعراض العامه اللي هي اعراض البرد اللي هي اوريدي معظم الناس ممكن تتداخل معاها في حاله ان ما كانش فيه ديس ايرا او بانديميك، فاي بيشنت يو بريزنت في الوقت الحاضر باي اعراض من دي هي ويل بي كونسيدرد كورونا تيل بروف اذروايز اند يو هاف تو تيك يور اكشن اجينست ذس. الحالات الكريتيكال بريزنتيشن بتاعها اللي هو ده اللي احنا معنيين بيه النهارده اللي هو بيشنت هي بريزنت باني كاتاستروفيك organ dysfunction either على مستوى respiratory فيوت respiratory failure او cardio pulmonary failure او even multi organ failure syndrome، وده اللي هنعرفه في الفتره في الكام سلايدز الجايين ان شاء الله. بالنسبه للابوراتوري انفستيجيشن عشان تبقى الامور كلير، احنا عندنا في lab investigation to diagnose وعندنا lab investigation to assess the severity of the disease. الدياجنوزيس بنقدر نبنيه بناء على النيزوفارينجيا سواب البي سي ار اللي هي عامله مشكله في كل الدنيا وانها غاليه وانها مكلفه، ومره الوزيره رجعتها مره الوزيره شالتها مره شالوها مره ما حطوهاش، وللاسف ان الديس ريجوليشن كونسرنينج المانجمنت للبي سي ار ده كان مسؤول عن نسب وفيات ليست بالقليله، لان في كتير من المرضى اللي كانوا بيشتكوا من اعراض مايل تو مودريت وكانوا بيروحوا بمجرد ما المريض يتشكي من الاعراض او يعمل سي تي سكان ويبان فيه الكلينيكال بيكتشرز بتاعها فقالوا له روح البيت، ولما العيان يتعب ويجي يتهول ويجي يخش المستشفى يحطوا له شرطيه ان انت عشان تدخل المستشفى لازم تكون بي سي ار، والبي سي ار على ما بيطلع بياخد له 3 4 ايام يكون العيان انتقل
من السيفير كيسز للكريتيكال كيس، وللاسف في ناس كتير منها رصد. اعتقد ان الامر ده يمكن اتغير دلوقتي، وتم تعديل الصوره الذهنيه اللي واخدينها بخصوص الكريتيريا تو دايجنوز. الحاجه اللي احنا بنستخدمها تو اسيس السيفيريتي، واللي احنا نعرف فيها طبيعه الديزيز، يعني اي لاب بروفايل انت بتطلبها للعيان لازم تعرف الديزيز انهي ستيج اللي احنا موجودين فيها. مرحله الفايريميا انت ممكن في بدايتها ما نلاقيش في اي تشنجز موجوده في السي بي سي، ولكن مرحله ستارتنج الاميون ديس ريجوليشن بنلاقي معاها سيجنيفيكانت ليمفوبينيا، سيجنيفيكانت رايز في البروكالسيتونين مع ال ان دي اتش ودي دايمر والفيريتين. ولو عندنا فاسيلتي ان احنا تو اسيس انترلوكين 6 definitely it will be high with a be denoting how it dig impression and which stage and to what extent you have to be aggressive in management of this type of patient. بالنسبه للراديولوجيكال تول المتاحه للتشخيص، احنا عندنا في different modalities، في الاكس راي والالترا ساوند والسي تي سكان. الاكس راي طبعا مهمه جدا ونقدر نقيم بيها الدايجنوز، ولكن في عندنا راديولوجيكال لاك. الراديولوجيكال لاك دي بتتراوح من حوالي من 4 ل 5 ايام، فعشان كده اعتماد على الاكس راي ان انت تبروف الدايجنوزس فيها وتتكلم، يعني ان انت تحلف ان البيشنت ده اوريدي از كوفيد، فاتس لاك اوف سنسيتيفيتي. ولكن ان السي تي سكان شيست اتس كاري ا فيري هاي سنسيتيفيتي، حتى ايفن فوق البي سي ار يمثل حوالي 98%. عشان كده وانس ان احنا هون تبروف الدايجنوزس وي هاف تو جو فور سي تي سكان. بالنسبه للالترا ساوند زي ما هنذكرها بعدين، هي موداليتيز تستخدم اكتر للفولو اب او للتشخيص داخل في التشخيص للبيشنت اوريدي اللي هو دايجنوز، ان انا اي وونت تو دايجنوز هاو ذا كونديشن از بروجريسد، از ذا بيشنت اوريدي كيورد، اف وي هاف ا كومبليكيشن اقدر اتابع اللاين اوف تريتمنت، اقدر اتابع الكومبليكيشنز اشوفها اتز انكريسنج اور انكريسنج زي ما هنعرف دلوقتي. دي الابنورماليتيز اللي احنا بنشوفها في السي تي سكان. ات از ما بين كونسوليديشن في حوالي نص الحالات، الجلاس جراوند ابييرنس احنا بنتكلم عليه، وان الكونسوليديشن ده ليه سبيسيفيك سايت يوجوالي موجود باي لاترال وموجود في اللور زون، نادرا ما نجد بلورال افيوجن، وان البيك اوف ذا راديولوجيكال تشينجز بتحصل في اليوم العاشر ل 12. فانت وانس لقيت عيان عنده البيكتشر بتاعت الجلاس جراوند ابييرنس وبدايه كونسوليديشن وبدايه التشينجز اللي موجوده، هتعرف ان العيان ده تقريبا عدى اتليست 5 تو 7 دايز، وانت داخل على الفتره اللي العيان هيبقى فيها يا كريتيكال يا ما يبقاش كريتيكال كيس. دي الاكس راي جاست فور اليمينيشن للاذر بيبل. هنشوف ان دائما الافكشن بيافكت مينلي اللور لوب، بياخد الباترن بتاع ما بين الكونسوليديشن وما بين الجلاس جراوند ابييرنس، وهنا المنظر ده اللي هو واضح ان في ديماركيشن اوف هير، ويمكن ده البيشنت عنده هايبر انفليشن وفي ديفيوز انفلاميشن. ده اعتقد البيشنت ده هيز اوريدي كان انتيوبيتد وعلى فنتليتر وعنده كمان باروتروما. اكوردنج تو ذا امريكان كوليدج اوف راديولوجي، ذا سي تي سكان شودنت بي يوز تو سكرين فور اور فيرست تيست فور دايجنوز اوف كيفن. وده طبعا عكس المعمول عندنا، ولكن حطوا شرطيه ان السي تي سكان شود بي يوزد patient with a specific clinical consideration once if we have the PCR is not available. وده اللي حاصل، يعني هم حاطوا الشرطيه لو اوريدي انت عندك جائحه وما عندكش امكانيه البي سي ار، فعندك عيان سيفير سيك والشيست اكس ريز نورمال يو هاف تو جو فور سي تي سكان. طيب بنعمله تاني ليه؟ لان ساعات السيمتوم تبقى انترفيرنج مع البلمونري امبوليزم، او ان البرزنتيشن ساعات بيبقى ويرد برزنتيشن، في حالات بتيجي باتيبيكال برزنتيشن، او ان احنا ونت رول اوت اند اكسكلود the complication زي وجود abscess formation او pleural effusion، او ان احنا want to evaluate the lung damage اللي حصل في المراحل اللي هي متاخره من المرض، هل في lung fibrosis ولا لا، او من follow up العيان بعد ما خرج من المستشفى ونشوف ال residual deficit اللي موجود في ال lung situation. ديت المين فايندنج اللي اعتقد ان كلنا اكيد بنصادف على الواتساب ومن زمايلنا تبادل اشاعات ما بين الناس. هنلاقي في دائما فايندنج ثابته ان معظم الليجنز كلها بتبقى على البريفري، وانها بتبقى دايما انفولفنج اللور لوب، وان هي دائما الانفولفمنت اكتر بيكون في البوستيرور سيجمنت او البوستيرور اريا، وان الاغلبيه العظمى بتبقى موجوده في الرايت. دي معظمها فايندنج توصيفيه. الفيتشرز كلها نقدر نجمعها في ثلاث حاجات اساسيه وحاجات فرعيه. الجلاس جراوند ابييرنس اللي هي بالمنظر ده، والكونسوليديشن اللي هو غالبا بيبقى بريفرال وبوستيريور،
احنا بنسميه كريزي بيرنج، اللي هو عامل زي الاراضي المتبلطه ببلاط اللي هو الحدائق، يدينا المنظر اللي هو بنسميه كريزي بيرنج. دي معظمها تعتبر باسيل نيمونيا لحالات الاتيبيكال او الفيرال نيمونيا. ما نقدرش نقول انها بس للكوفيد، ولكن في ظل وجود الكوفيد فما عندناش غير الكوفيد، هو اللي هيبقى كوفيد. فوانس ان انت فاوند ان احنا في حاله بانديميك زي اللي موجوده ولقيت الفاين دي، تقدر تحلف عليها ان العيان ده كوفيد 19 ديزيز بيشنت. دي اذر اسوشيتد فايندنج لما تبقى موجوده، ان احنا بنلاقي في ايفيدنس اوف فاسكولار دايليتيشن، ودي طبعا مسؤوله جزء كبير جدا عن الفي كيو مس ماتشنج اللي بيحصل والريديستريبيوشن اوف ذا بلاد سبلاي، ودي طبعا بنلاقيها فيري بروميننت في السي تي سكان، بالاضافه ان في سب بلورال سيكنينج او سب بلورال لاين، وفي الاحوال العنيفه جدا بيبقى في ديفيوز انفلتريشن ومينيمال بلورال افيوجن، وده فيري رير ان احنا نشوف افيوجن، او احنا لو لقينا حتى افيوجن في عيان غالبا بيكون معاه ده سوبر ادد بكتيريال انفكشن او في اذر اسوشيتد باثولوجي في الاغلب موجود. لو هنتكلم على الالترا ساوند بسرعه، الالترا ساوند هتدينا نفس الفايندنج زي ما قلنا، الكوفيد مع الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس والانفلونزا نفس الفايندنج، ولكن فايدة الالترا ساوند هنا زي ما احنا قلنا ان هي تستخدم از افولو اب تول، او ان انا اقدر اشخص بيها الكومبليكيشنز، او ان اقدر اتابع بيها خطوات العلاج بتاعتي. يعني ايه؟ يعني انا سي عندي مريض بالمنظر ده في الرعايه المركزه، انا فيري سيمبل دخل المريض وانا ما عنديش فاسيلتي في الالترا ساوند ولا عندي فاسيلتي، والمريض ديستريسد، وببص عليه بالالترا ساوند لقيت المنظر ده. المنظر ده في الالترا ساوند ادي ده الريفليكشن بتاع ريبس، وده مفروض اللي هو ريفليكشن بتاع الالترا ساوند ويف خلال او ثرو دي لانج تيشو. المنظر اللي عامل زي اشعه الشمس ده اللي احنا بنسميها كونفلنت بي لاينز، اللي هو انعكاس او انكريز انترستيشال لانج ووتر، ده بتوضح جدا ان في توتال انكريز في اللانج ووتر. وهنا ممكن بتبقى زياده لدرجه ان احنا بنشوف فيها اللي هو السولت اند بيبر باتن او الريتيكوليشن اللي موجوده دي، اللي هي المنظر بتاع الانفلتريشن. الصوره دي عموما لو انت شفتها you have to consider ان this patient had a typical pneumonia had covid. متهيألي حد ممكن ميوت الصوت. دي another form من الصوره اللي احنا ممكن نشوفها، ده قلنا اللي هي البي لاين، ده منظر الكونسوليديشن بيوضح بيبان جدا، وهنا دي طبعا البي لاين دي، ودي طبعا ممكن تشوف البي لاين دي في حالات البلمونري سيبسس، في حالات البلمونري ايديما، في الاذر بارامترز اللي هي ممكن تبقى اسوشيتد، وهنا اللي هي البلمونري كونسوليديشن. تقييم السيفيريتي اوف النس فيري امبورتنت فور مانجمنت، ووظيفه اي دكتور ان هو لازم يعرف العيان بتاعه جاي لك في انهي ستيج. في حالات اللي هي مايلد تو مودريت اللي هي بتمثل حوالي 80% من الحالات، والحالات السبير اللي هي بيبقى فيها معاك اكتر من 50% انفولفمنت دي تمثل حوالي 15%، والعيان ده بيبقى بريزنتد بديسنيا وهايبوكسيا، وغالبا العيان ده بيبقى محتاج هوسبيتاليزيشن، محتاج ادمشن، ومحتاج اكسجين. الكريتيكال بيشنت هم العيانين دول اللي معاهم كارديو بالمونري ديسفانكشن. يعني ايه؟ يعني في سيركيولاتوري ديس اوردر وفي ريسبيراتوري ديس اوردر. يا ريت الاخوه ممكن حد يعمل ميوت لو سمحت. يا ايمان. يا محسن انا معاك، انا مش عارفه دكتوره نيفين دكتوره نيفين دي مش حفله ليه؟ عامه احنا دكتور محسن دوس ان ميوت واشتغل حضرتك. طيب يبقى احنا زي ما قلنا، لان القصه اللي هي المايل مودر سيفيرتي دي زي ما احنا قلنا انها مرتبطه من الفيروس انفكشن وللاميون ريسبونس، وعندنا الحالات السيفير اللي هو العيانين اللي هم عندهم لايف ثريتنينج كونديشن، اللي هم عندهم كارديو بالمونري ديس اوردرز، اللي هم العيانين اوريدي الساتوريشن بتاعهم تحت 90%، بي اف ريشيو اقل من 300، وعندهم ديفيوز انفلتريشن اكسيدنج مور ذان 50%، هم دول الكاتيجوري اللي محتاجين عنايه مركزه. طبعا الكاتيجوري اللي احنا بنتكلم عليه واللي ذكرها الدكتور تامر جزاه الله خيرا، ليه بنعمل سيلكشن كريتيريا لعيانين عنايه مركزه؟ علشان نقدر نسيف البيد للموست كريتيكال بيشنت، وان كان ان احنا نقدر مع الديزاستر تو يوتلايز اذر اريا ان ذا هوسبيتال بقدر الامكان انها تبقى كريتيكال اريا، كما لو كانت اللي هي انترميديت كير يونت. دكتور
لو سمحت الاخوه اللي فاتحين المايك. يا دكتوره نيفين خلاص خرجناه. كمل يا دكتور محسن. خلاص خرجناه. فعشان كده البرايوريزيشن بالنسبه لنا عشان نقدر نختار العيانين وندخلهم ونسيب عدد الاسره، احنا بنخلي الكاتيجوري اللي هي الحالات السيفير او الحالات الكريتيكال ايفن، وده يعتمد على حسب الريسورسز. يعني انا ممكن يبقى عندي في مستشفى الورد فيها او التنويم العادي في عندي وحده انترميديت اقدر استغلها في الحالات السيفير، من خلال احط بروتوكولات معينه ويتحط اجريمنت معين بحيث ان الحالات دي بقدر الامكان تو تراي تو سيف ات، وننقلها من الستيج اللي هي السيفير ننقلها للستيج المايلد، ونسيف البيدز بقدر الامكان الحالات اللي هي جايه بسيفير نمونيا وسيفير ريسبيراتوري فيلير ومالتي اورجان فيلير سندروم. دي الحالات اللي هي تستفيد من حجز في العنايه المركزه والبروبر كير اند مانجمنت. الاي سي يو ادمشن كريتيريا زي ما اتكلمنا اللي هي اي عيان محتاج انفيزيف او نون انفيزيف فنتيليشن، الهيموداينامك انستابل زي ما ذكرنا ومحتاج بازو بريشرز او نوتروب، العيان اللي عنده ديستربت كونشس ليفل وبدايه اورجان ديسفانكشن. وي هاف تو كيب سم كي كونسبت فور كريتيكال كير مانجمنت اوف بيشنت. كلنا شايفين في فاريشنز كتيره جدا بين الكلينيكال فيتشرز للعيان، واحد بيجي له 80 سنه وبيجي له الديزيز وبيعدي او ماشي على رجله ما بيحسش بيه، وشاب عنده 20 سنه وبيموت ايميديتلي بعد الديزيز. الفاكتورز دي كلها متجمعه في ديفرنت فينوتايب من العيانين، مرتبطه في جينيتك فاكتورز، في مرتبطه بالبلاد جروب، وفي بيبر لسه منشوره صدره في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن متكلمين ان البلاد جروب ليها دور في سيفيريتي اوف ذا ديزيز، وحاطين ان هم الناس اللي هم الجروب ايه دور الموست برون او الليابل فور كومبليكيشن، والجروب اللي هم تقريبا عندهم مايل تو مودريت سيمتوم اللي هو جروب بتاع الاو جروب. الكلام ده طبعا يؤخذ ويرد، يعني هي دي كلها statistical finding من خلال البريدكشن للموربيليتي والمورتاليتي والسيفيريتي اوف كيس. بالاضافه زي ما اتكلمنا لقينا ان الانسنس اعلى في المين مور في مين بالنسبه للبروجريشن او حتى لحالات الوفيات. الايج اولسو بيلعب دور، والاهمهم بصراحه اللي انا شايفها مهمه جدا اللي هو الفيرال لود. كل ما كان في ابتعاد اجتماعي وكل ما كان في استخدام وسائل بروتكتيف ميجرز كل ما كان الانفكشن ليست، لان الفيرال لود هو اللي بيحكم الاميون ريسبونس، والاميون ريسبونس هو المسؤول عن الكلينيكال برزنتيشن والديتيريوريشن اللي بيحصل للمرضى. طبعا الاميونولوجيكال ستاتس والنيوتروجيكال ستاتس دي فيري كروشال بوينت، والكوموربيديتيز او بريزنس اوف ذا سيستميك ديزيز. وان كان احنا بنشوف في حالات عندها ا لوت اوف كوموربيديتيز دي باس سموث وذاوت اني كومبليكيشن، فبالتبعيه كل الفينوتايبس دي ات ذا برزنتيشن دي ديتيرمايند ذا واي اوف مانجمنت. ان البيشنت يوزوالي دي باس از وي ستيتد بيفور ذير از ا تايم لاين فور ذا ديزيز، ذا بيشنت باس ثرو ديفرنت كلينيكال ستيجز، ذا تريتمنت اوف ايتش ستيج از فيري ديستينكت اند ذس از سو كريتيكالي امبورتانت. As the patient progressed down to the pulmonary cascade, the disease became more difficult to reverse, while dyspnea and hypoxemia get more severe. So, بمعنى ان احنا الديزيز ده بيعدي بمراحل معينه. في البدايه لو احنا قدرنا بالسبورتيف تريتمنت والادجوفنت ثيرابي اللي بنعملها والسبيسيفيك تريتمنت to revert this pulmonary cascade, this will be great. If this patient came for us by this pulmonary cascade or pulmonary symptom already, this you cannot revert it without specific management. بمعنى ان early treatment is so essential for good outcome. وده اللي هو للاسف اللي بيفرق في الريزلت في المورتاليتي. طيب العيان اللي بيجي لي وانا بعالجه هو سيك، هل اعالجه في البيت ولا اعالجه في المستشفى؟ ودي نقطه الاجابه عليها very crucial، ان مفيش وسيله جيده لتقييم الحالات في ظل الجائحه وزياده اعداد الناس ان انا اقول ده يروح في البيت او ده يتعالج في المستشفى. في بعض الحالات اللي هي بتبقى مودريت تو سيفير وعيان هايبوكسيك وبيتساب يروح البيت، وللاسف هؤلاء المرضى لايبل فور مورتاليتي. عشان كده لازم يكون في كلير سوليد اسسمنت للمرضى دول بحيث ان مفيش واحد هايبوكسيك او ديسنيك شود بي جو فور هوم unless يو هاف كلوز اوبزرفيشن. التريتمنت ان ذا ليت بالمونري فيز مي ريكوير اسكاليشن of therapy, especially for the anti-inflammatory, which is a corticosteroid, up to we may reach to the plasma exchange, and this is very important for the outcome. The COVID-19 disease is usually a treatable disease. Yes, treatable disease. It is not untreatable disease because we are treating this dysregulated immune response.
and supportive care is just adjuvant therapy. The pulmonic phase, which is characterized by the immune dysregulation, اللي هي تعتبر very crucial point. It's related to pulmonary microvasculature injury اللي احنا بنسميها diffusely endocellulitis مع activation of clotting cascade. كل دول بينتجريت مع بعض ويعمل لي some sort of organizing pneumonia which is so lethal and fatal disease. So the main concept in the early aggressive treatment of hypoxemia and to avoid intubation unless indicated. This is should be the rationale during management. All our measures should be directed about avoidance of hypoxia and to minimize to reach the, by the patient to the state the patient need intubation and mechanical ventilation. Again, هنرجع لنفس الرسمة بتاعتنا تاني اللي هي هنتكلم فيها على التايم لاين من اول الانكوبيشن بيرد لحد الليد بالمونري فيز. ولو جينا بصينا هنلاقي كل فيز من دي ليها مرحلة معينة من التريتمنت سواء على مستوى الانتي كواجيليشن او على مستوى الانتي انفلاماتوري which is the corticosteroid وبلس اور ماينس الانتي فايرال تريتمنت. وبالتبعيه هنا احنا لازم ندرك ان التايمينج از فيري كريتيكال ان ذيس تايب اوف بيشنت. وللاسف في a lot of people they are not relying too much for the patient and identifying which stage of it. طبعا لما طلعت البيبر اللي بتتكلم على الكورتيكوستيرويد واتنشرت في ناس بقت عمياني عماله تدي كورتيكوستيرويد ويجي في المرحله اللي هي مرحله الفيريميا ويدي العيانين كورتيكوستيرويد. طبعا دي كارثه سوداء لان انت النهارده بتسبريس الاميون ريسبونس وبتقلل الاميونيتي وبالتبعيه الفيرال ريبليكيشن والفيرال لود ات ويل بي سو سيفير وهتؤدي في الاخر لعمليه ديس ريجوليشن ويو لوس ذا بينفيت اوف دي كورتيكوستيرويد. فهنتكلم ليتر اون اباوت التايمينج والباترن اوف تريتمنت بيزد اون ذا كورس اوف ذا ديزيز اند هاو تو ابروتش. قبل ما نوصل للمرحله دي بسرعه هنعدي على الباثولوجيكال ايشوز which interfere with line of management. زي ما ذكرنا ان الفيروس بيأتاك اللي هو angiotensin converting enzyme receptor type 2 وبيبتدي يريبليكيت inside the test وبيعمل activation للimmune cells والimmune system وبالتبعية يحصل نوع من ال excessive release of cytokine اهمهم الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والother mediators. كل دول بيعملوا لي نوع من الhypercoagulability وبيعملوا لي من المايكرو angiopathy نوع من الانترافاسكولار ثرومبوزس على مستوى المايكرو والماكرو سيركوليشن. All this hitting كل الاورجان which is rich in vasculature. اهمهم الكيدني بتبعياتها لللنج والهارت. وطبعا الهايبوكسيا itself it can flare this process. فاحنا عندنا في دايركت انفلونس من السيتوكاين ستور والفيروس ريبليكيشن على مستوى المايكرو سيركوليشن والمايكرو انجيوباسي والجلوميرولار افكشن على مستوى الكيدني بالاضافه للسيستميك هايبوكسيا الناتجه في اللنج وبالتبعيه بتتكالب كل هذه الامور عشان تخلق لنا الصوره المناسبه للبروجريشن تو مالتي اورجان فيلير سندروم. النموذج ده اللي هو النموذج اللي احنا هنستخدمه عشان نفهم منه بالظبط اللنج موديل والالفيلو كابيلاري انجري طبيعتها ايه. ده هيخلينا اقدر اتعامل مع المرضى دول في عمليه الميكانيكال فنتيليشن وعمليه هاو تو سيف اند سالفاج ذس تايب اوف بيشنت ان اند بروبرلي تريتينج ذم. ده بيمثل لي الجزء الهيلسي قد ايه الكابيلاريز ار فيري سموث قد ايه ار بيفيوجن ار مينتيند وافاسكولار انتجريتي از هيلسي وعندنا اللي هو ديفرنت تايبس اوف اندوثيليوم لايننج فور ذا الفيولار سبيت ان هيلسي مانر. وانس يو هاف ذيس كاسكيد اوف انفلاماتوري رياكشن اند سيتوكاين ستورم وذ اكتيفيشن اوف اول ذيس ميدييتورز اند اكتيفيشن اوف ذا نيتروفيل والاذر انفلاماتوري سايت يو هاف ذيس انفلاميشن ان ذا الفيولو كابيلاري ميمبرين with evidence of injury of the endothelial lining of the microcapillaries, which induce coagulation cascade, vascular leaking, which leak inside the alveoli, leading to fluid and transudation inside this alveolar space. وبالتبعية الالفيولار سبيس اللي كانت ربنا خلقها عشان الهواء يخش ويطلع ويعمل exchange between الكربون دايوكسيد والأكسجين. Now it's filled with water and its wall is already damaged and impaired and even the area of blood exchange is already sludge and full of clots. وعملية الكلوتس دي ينتج عنها process of fibrinolysis اللي هي عملية الدي دايمر ده اللي احنا بنحكم بيه ونحدد العيان ده in which stage and of severity of the disease. عشان كده I have to put in my mind there are three core pathological processes lead to multi-organ failure and this in COVID-19 before I have to tailor and to plan the way of management.
This hyperinflammatory stage, which is the cytokine storm, which initiate the coagulation or hypercoagulable state, interfering with the microcirculatory perfusion for the vital organs. All of this integrated, leading to severe hypoxemia with extensive low oxygen, which interfere with devitalization of the viable tissue, including all vital organs. وبالتبعية, the cornerstone for the management of COVID-19 is to control this inflammation and this excessive clotting. In COVID-19, the hospitalized patient, the therapeutic focus must be placed on early intervention, utilizing powerful evidence-based therapies to counteract this overwhelming and damaging inflammatory process, the systemic severe hypercoagulable state causing this multi-organ damage. So, the core principle of the pulmonary phase is to use this anti-inflammatory agent to dampen this cytokine storm, together with the full anticoagulation to save this microcirculation, and by initiating this type of treatment within 6 hours in on admission or even in the ER, this is increasing significantly and decreasing significantly the need for mechanical ventilation and even ICU admission and decreasing significant mortality. الكلام ده based على Virginia Medical School, which released in حوالي 2 weeks this statement released from their Mass Plus protocol, and they are very, very enthusiastic in this corticosteroid and the anticoagulation business. اللي هي frontline COVID-19 critical care working group, the Mass Plus protocol. This released on 16th of June. They are talking about all this type of business. بالنسبة لطبيعة العيان اللي دخل العيان مركزة أهم حاجة بالنسبة لنا الايزوليشن إن البيشنت should be admitted في نيجاتيف بريشر روم ده لو افيلابل ده علشان حماية العيان والمرضى اللي جنبه وحماية الأطباء والدكاترة بالإضافة لكل البروتكتيف ميجرز ذات وي هاف تو فولو سبيشالي فور ذيس ايربورن ايزوليشن ديورينج ايرسورايز بروسيدور أثناء عملية الانتوبيشن أو عملية النون انفيزيف فنتيليشن والهاي فلو نيزل كانيولا أو استخدام البرونكوسكوبي كل البروتكتيف بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت this should be mandatory for everyone who is dealing even the American Society of Cardiology they are labeling any patient who is arrested don't go to do CPR till you wear your full PPE your safety is first this is the routine workup for any patient who is admitted to the ICU I think all the intensivists and people are working in this field I want to highlight about the most important is the arterial blood gas with serum lactate And this is very, very important because not all types of hypoxia, which is presented, is life-threatening. Hypoxia with anoxic or anaerobic tissue metabolism with high lactate, this is a life-threatening condition. So assessment of the blood gases and serum lactate is very crucial and mandated to evaluate the patient in a critical condition. Also, استخدام الالتراساوند, الشيست ultrasound, والIVC, والإيكوكارديوغرافي for assessment of any organ heart dysfunction, this is very crucial in to put every patient in a proper categorization for management. This is the general supportive measures. I think it doesn't make any difference from the supportive measures which is utilized for mild to moderate cases, اللي هي الزنك والفيتامين سي والفيتامين دي والبوتاسيوم سبلمنت واهمهم ان احنا we have to avoid استخدام النونستيرويد الانتي انفلاماتوري بالاضافه ان تراي تو مينتين ذس بيشنت ان ا بروبر هايدريشن مانر ان بروبر نيوتريشنال ستاتس الانتي كواجوليشن زي ما اتكلمنا قبل كده ان العيانين دول كلهم في ستيج اوف هايبر كواجوليشن وعندهم ديو تو سيكندري تو ذس ديسيجريتد اميون ريسبونس وبالتبعيه اي عيان جاي لي بريسبيراتوري سيمتوم يعني ايه يعني جاي لي بشورتنس اوف بريث جاي لي بهايبوكسيميا جاي لي محتاج اوكسجين More than 4 liters to maintain his oxygen saturation to around 90 or 92 should be admitted to the ICU. I have to verify if there is any contraindication for anticoagulation. If there is no contraindication, you have to give full anticoagulation. With full anticoagulation, especially the drug of choice to be used is the enoxaparin. We use it 1 mg/kg, giving every 12 hours. This is a convention treatment. ولكن في بعض الأحوال, we have to monitor, especially according to this Mass Plus protocol, they highlighted very important issue that you have to aiming to measure the anti-activated factor 10
and keeping the level between 0.6 to 1.1, especially in patient who's underweight or obese patient and patient with chronic renal impairment and those type of patient with a high significantly D-dimer, because they found that this patient, they have a reduced anti-activated factor 10 activity despite that we are giving the same dose. في بعض الأحوال ممكن تعرضنا للحالات دي كتيرة, بيجي لك مريض عنده هيبرين induced او suspected هيبرين induced thrombocytopenia, في الحالة اللي زي كده الفوندابرونوكس is a drug of choice. في حالات الكرونيك رينال فيلير we have to shift directly to heparin infusion with adjusted by heparin protocol. الكورتيكوستيرويدز اللي اتعمل عليها الدايليما واللي اتعمل عليها الراو اللي احنا بنستخدمها بقالنا عشرات السنين في حالات الاي ار دي اس وفي حالات النمونيا ايفن under good coverage of the antibiotics they are raising from the Oxford الكلام ده يوم 16 جون ان low dose of low cost dose of dexamethasone is significantly reduced this around a third one third of the hospitalized patient with severe respiratory complication. ده كلام عظيم جدا ولكن ما حدش قال ان الكلام ده مش معروف, ولكن هم they could prove it especially in COVID لان احنا بنتعامل مع الكوفيد في جميع الاحوال, وكان البروتوكولات اللي موجوده سواء في مصر او في المملكه العربيه السعوديه او في كل العالم من بدايه الايرا اوف ذا كوفيد all of them are utilizing corticosteroids. والريكفري ستادي اللي اتعملت دي كانت randomized evaluation for different type of therapy, طلعت ان الهيدروكسيكلوروكين يعني اقرب للشلولو من ليس له اي قيمه في العلاج الخاص بالمرضى اوف كوفيد 19. الكورتيكوستيرويد زي ما احنا بنتكلم they have the same indication في البيشنت اللي هم عندهم severe respiratory distress, لسه ما وصلناش لمرحله الانتوبيشن والفنتيليشن, وبالتبعيه this patient if they are properly treated in the proper time اللي هي انهي مرحله اللي هي المرحله دي الايرلي بالمونري فيز اللي هي المرحله اللي عدينا فيها stage of viremia once ان احنا we started this corticosteroid انهي corticosteroid we usually use this methyl prednisolone بنستخدمه بجرعة عوامل جرام بير كي جي. This is the conventional dose now and we can increase the dose up to 2 milligram. وفي حاجة اسمها salvage treatment. This is another story. طيب why we are using the methyl prednisolone in spite that most of the study they are talking about this dexamethasone. لأن احنا since long time from pharmacological point of view methyl prednisolone it has a tendency and it has some what we call it lipophilicity or in love with the pulmonary tissue. That's why the influence and the effect on the pulmonary situation is more significant and very important. وزي ما قلنا عملية التايرت this anti-inflammatory or this anti-inflammatory, we have to get sure that you are away from age of viremia. فالإمبريكال كورتيكوستيرويد, this is very serious to be used with non-professional physician. ده سامري سريع لديفرنت تايبس اوف كورتيكوستيرويد اند اتس ايكويفالنت دوز. وزي ما احنا شايفين عندنا الدكساميثازون اللي جرعه بتاعته ايكويفالنت اللي هو 0.8 مللي جرام ايكويفالنت ل 4 مللي جرام وليه سيجنيفيكانت انتي انفلاماتوري بوتنسي 25 تايمز كومبيرد ل 5 بالميثايلبرينيزولون. ولكن الميثايلبرينيزولون كونسنتريشن تيشو كونسنتريشن ان ذا لانج تيشو از سيجنيفيكانتلي هاير كومبيرد تو ديكساميثازون. طب ليه الاستادي اتعملت على الديكساميثازون في اوكسفورد؟ لان ده رخيص جدا مقارنه بالسوليمدرول, يعني كلنا عارفين ان هم هناك دي ار يعني حتى دي ار ليبلد دي منشنت لو كوست ديكساميثازون, يعني كما لو كانت كل المصاريف دي هي اللي هتدفع معاهم الكام يورو او الكام دولار اللي اتصرفوا على الريسيرش. نيجي لأثر crucial point which is the airway management, airway and ventilatory management for this type of patient. احنا بنتبع سياسة حاجة اسمها escalation management steps, يعني المريض لما بيدخل هدفي الأساسي is to elevate this hypoxia. بنبتدي simply اللي هو nasal cannula أو face mask, just my target is to keep the saturation around 92. Keep an eye in the patient with COPD لأن عارفين كلنا COPD we have to be very restrictive في oxygen supplement. If the patient is still progressive or deterioration, في عندنا two options. The high flow nasal cannula وفي عندنا non-invasive ventilation. والتارجت بتاعنا the same. إن إحنا to maintain the saturation وto release the dyspnea. وهنعرف ليه إحنا we have to relieve the dyspnea. وهنعرف ليه إن الدسنيا دي it can be a fatal for some patient. Dyspnea can kill patient without any intervention. يعني العيان ممكن يقتل نفسه بنفسه بخلال الدسنيا. وهنعرف الكلام ده في الفيو ديفرنت سلايدز.
الهاي فلو نيزل كانيولا دي بنستخدمها في الأبل، بنبتدي بحوالي 60 لتر. وباي ذا واي الهاي فلو نيزل كانيولا از سوبيريور تو ذا نون انفيزيف فنتيليشن، لانها ات ليست مور كونفينينت فور ذا بيشنت with achieving a very good saturation which is physiological and very good support. But a lot of patients when they are utilizing the high flow nasal cannula with awake prone position, we escape from intubation and we save a lot of life and we are away from mechanical ventilation. نقطة مهمة جدا السؤال اللي لازم نسأله، هل ال patient assessment cannot rely on a number؟ يعني هل في رقم معين احنا بنبص عليه؟ هل في physician دايما كل الدكاتره واحنا في الطب الحديث بنمشي ورا الديجيتس الارقام؟ في عيانين كتيرة جدا بيجوا لنا بساتوريشن 80%، اول ما تشوفوا العيان ده فاي هاف تو جو اند ران اند سي ذس بيشنت نيد ارجنت انتوبيشن، والكلام ده ابسولوتلي رونج. وي هاف تو كورليت بوث ذا بازل اول توورد ايتش اذر.